2013. Please welcome our host and hostess, Wissam Hanna and Rita Harib. الليلة رح نتوج ملك جمال جديد للبنان، حدث كتار ناطرينه بسهرة ما بتشبه ولا سهرة تانية. مصبار بيسام، مصبار ريتا. 17 مشترك من أجمل شباب لبنان رح يتنافسوا على لقب واحد، لقب ملك جمال لبنان لعام 2013. رغم كل الأوضاع الصعبة اللي عم يقطع فيها بلدنا، لبنان باقي وطن للحياة وموعد دايم للجمال وللفرح. صدقوني منوعدكم الليلة مليانة احتفال، مليان موسيقى، رقص، منافسة بين 17 مشترك رح يعملوا جهدهم انه يحصلوا على اعلى علامات من اللجنة. وحتى تكتمل السهرة، مين احلى من انها تكون نجمة سهرتنا نجمة الجماهيرية هيفا. 17 شاب شفناهم بافتتاح السهرة ورح نتعرف عليهم اكثر بعد شوي. هالحفل الليلي برعاية الوزير السابق إلي ماروني، وهو من تنظيم نضال بشراوي صاحب نضالز ايجنسي، وأشرفت على تنظيم السيدة غريس بطرس مسز لبنان 2008. المشتركين الليلي قدامهم فرصة تمثيل لبنان بأهم مسابقات الجمال الدولية، وهي مستر وورلد، مستر انترناشنال، مستر مانهانت انترناشنال، وبست موديل اوف ذا وورلد. نذكر انه بالسنة الماضية رودولف ابو نادر ملك جمال لبنان وصل للمرحلة النهائية بمسابقة ملك جمال العالم، والوصيف الثالث علي حمود ربح لقب مستر انترناشونال، والوصيف الرابع اللي نجم وصل للمرحلة النصف نهائية بالمانهانت انترناشونال، والوصيف الثاني حسن لقيس حل وصيف اول بمسابقة سوبر موديل اوف ذا وورلد. وطبعاً الشباب السنة فرصتهم كبيرة إنه يحققوا نتائج بالمسابقات الدولية،
وبس تعرفوا عليهم أكثر بعد شوي رح تتأكدوا من كلمة. هلأ خلينا نشوف مين تقدم للمسابقة وعلى أي أساس تم اختيار المشتركين. أول شيء بده يكون عنده كل المواصفات اللي ينقبل بمستر يبانو، بده يكون شاغل على حاله، بده يكون جسمه مزبط جسمه، بده يكون أهم شيء فيه أنه بده يكون تلميذ جامعة. أول ما يفوت بشوف إذا دغري ببين إذا حلو، بعدين بس نحكي معه شخصيته كمان بتأثر. بدنا نكون كتير هيك استريكت معهم لأنه آخر شيء هالإيمج تبع لبنان. يعني في عدد زيادة عم يتقدم عن السنة الماضية، يعني لهلأ بساعة تقريبا صار مقدم شي 10 أو 12 شاب، حتى المستوى اللي عم يتقدم كتير منيح، يعني فيهم شباب كتير كتير منيح. مش بس مستر لبنان لازم يكون عنده عضلات كبار ولازم يكون جسمه فت ولازم يكون هو حلو، لا، مستر لبنان هو كمان الشاب المثقف، هو الشاب المتعلم. عم نشوف كمية كتير كبيرة هالسنة، يعني كل سنة عم بتزيد أكتر وأكتر، هيدا بدل إنه عم تنشهر، عم بينشهر التيتر تبع مستر لبنان، و يعني الايفنت عم تقوى كل سنه عن سنه، يعني وعم بيصير لها اهميه وعم بيحسبوا لها حساب، خصوصا نحن بدوله عربيه. يعني من يومين شفت الدعايه وقلت انه ما عندي شيء فبجي. هلا انا لو ما عندي سبب حالي ما بيجي. It's a thing I want. شيء انا بدي اياه حابب اعمله. حبيت اقدم على مستر لبنان لانه اكسبيرينس كثير حلوه. هو اللي حيشجعني يمكن اكثر، يمكن اصحابي انه بوش اعطوني اكثر، يعني انا كنت شايل الفكره من راسي شوي. مش غلط واحد يجرب، بالنهايه مش كل شيء شكل الخارجي هو اللي بيقدم بلده. بحب كون فيمس، بحب الاضواء، بحب النجوميه. بحب كثير الاضواء. ماني ملبك. It's a good experience رح تكون لي. فكر بهذا المحالة انه عندي المؤهلات من قبل، ما طويل وقصر انه هيك، اكيد انه كل الشباب المية بتمنى انه تكون هيك تقدم مثل لبنان. انا كنت حابب مصر من الاول، انه كنت حابب التمثيل، بس بلبنان ما فيك بس تفكر على التمثيل، سو فضلت اخذ الشهادة، ومع الشهادة في حال الله فتح ابوي وقدمت على مثل لبنان، بلده يكون كثير منيح. هسا opportunity حلوة وفرصة حلوة بتفتح مجالات لبعدين للفيوتشر وبتعطيك شهرة، فـ why not؟ I was saying إنه خلينا نقدم شوف شو بصير معنا. حاطط هوب أكيد يعني، بس مش إنه هالهوب الكبير، بس إن شاء الله خير. دايما أصحابي حوالي يقولوا لي أنت يلا جو هاد جو هاد يلا فوت مستر لبنان وهيك، سو حبيت جيت أقدم وقدم طموح للعالم. الدنيا فيها ربح وخسارة بكل شيء، وإذا أنا قبلت It's God's will يعني، وإذا ما قبلت بيكون لخيري كمان.
our star هيفا وهبي. تابعنا سوا إطلالة مميزة لنجمة احتفالنا هي اللي ردوت المسرح بحضورها بجمالها وبأغنياتها The One and Only هيفا. هيدي الإطلالة الأولى للنجمة الجماهيرية هيفا، وأكيد الموعد مستمر معها خلال سهرتنا. غير الأغاني أكيد هيفا عندها علامات توضعها للشباب وأسئلة تطرحها، وكونها رئيسة لجنة التحكيم لازم تتعاون مع كل أعضاء اللجنة للوصول للنتيجة يلي كتار ناطرينها، وأولهم المشتركين ال17. بالبداية لازم نشكر كتير أشخاص تعبوا على هالمسرح الحلو على إطلالتنا، كتار اشتغلوا على الحفل تيكون مسرحنا بأحلى صورة. منشكر سباركس بالونز لصاحبها بسام فحام لتصميم وتنفيذ لوحاتنا الليلة بأجمل وأدق تفاصيلها، ولأطلالتي أنا إن شاء الله تكون على ذوقكم بشكر المصمم رامي سلامون، وأكيد بشكر كمان عزار جولري. إذا بتسمحي لي كمان ريت أنا أتشكر فيوردالي، لأن كمان اليوم الليلة فيوردالي اهتم بأدق تفاصيل إطلالتنا لليلة أنا والشباب. أكيد قبل المرور الأول للشباب رح نعرف عن لجنة التحكيم يلي رح تبدأ بوضع علاماتها بعد دقائق. رئيسة لجنة التحكيم لملك جمال لبنان 2013 النجمة الجماهيرية هيفا. هيفا بونسوار، وأكيد إطلالتك حلوة مثل العادة. كمان أكيد ضمن اللجنة مصمم الأزياء اللبناني العالمي يلي لبس أهم نجوم لبنان والعالم العربي والعالم زهير مراد. بونسوار. ملكة جمال لبنان السابقة ومصممة المجوهرات والوجه الإعلامي الحلوة دينا عزار. بونسوار. طبيب الأسنان دكتور وليد زلائط. بونسوار. مدير عام محلات فيوردالي والفاشن كونسلتنت الزميلة بالام تي في شيرين كيروز. بونسوار شيرين. ملك جمال لبنان السابق أنطوني حكيم. بونسوار أنطوني. كفي معي رجل الأعمال وصاحب سلسلة فنادق بأبروس روبرت بيليتشي. بونسوار. المحامية وسيدة الأعمال دكتور جمانة كيروز. جراح التجميل الدكتور نادر صعب. بونسوار نادر. نائب رئيس جمعية كن هادي السيدة لينا جبران. بونسوار. أكيد رحبنا باللجنة كلها، وهلأ صار وقت نعرف شو ناطر الملك وباقي المشتركين من جوائز قبل ما نشوفهم بالسويم سوت على المسرح. جيفت ريبورت. جوائز قيمة ومتعددة رح تكون نصيب حامل لقب ملك جمال لبنان للعام 2013. فيوردالي رح يهتم بأناقة الملك اليومية ويلبسه لمدة سنة بمختلف المناسبات والإطلالات، ورح يهتم بإطلالات كل المشتركين الرسمية لليلة. المصمم اللبناني رامي سلامون بيقدم كاب للملك عند تتويجه، كما بيقدم له الزي الوطني عند مشاركته بالمسابقات العالمية، بالإضافة لبدلة بقيمة $3,000. بونجا بيقدم ساعات قيمة للملك بقيمة $7,000 وللوصيف الأول والثاني. برايا بيتش ريزورت بيقدم 4 ليالي مميزة للملك بالبنغالوز وليلتين للوصيف الأول وليلة للوصيف الثاني، وعضوية كاملة لموسم 2014 للملك والوصيف الأول والثاني والثالث والرابع. هيت فيتنس بالكاسليك اللي رافق تدريبات المشتركين وتمارينهم بيقدم اشتراك لمدة سنة للملك و6 شهور للوصيف الأول و3 شهور للوصيف الثاني. سالون فاديا مندلي اهتم بمظهر المشتركين خلال فترة التحضيرات وبسهرة الليلة، وبيهتم بمظهر الملك لمدة سنة كاملة. حمدان بيقدم سوني LED 32 إنش للملك وسوني ديجيتال كاميرا للوصيف الأول. ستوديو إكس بيهتم بملابس الملك والوصيف الأول لمدة سنة، واهتم بالملابس الرياضية للمشتركين بسهرة الليلة. هوم سينس بيقدم صالون للملك بقيمة $3,200. فورمولا رنتكار يلي اهتم بتنقلات المشتركين طوال فترة التحضيرات بيقدم للملك لاكجوري كار لمدة 2 أسبوع. إبراهيم حكيم أوبتيك بيقدم نظارات شمسية لكل المشتركين بالمسابقة.
مركزية مونرو سويتس يلي استقبل فريق عمل مستر ليبانون بمرحلة الكاستينج بيقدم إقامة لليلتين للملك بالبريزيدنشل سويت. نيوكس بيقدم مجموعة من المستحضرات للعناية بالبشرة لمدة سنة للملك ولمدة 6 أشهر للوصيف الأول والثاني، بالإضافة لمجموعة من المستحضرات لكل المشتركين. اختصاصية التغذية كريم ضو اهتمت برشائق المشتركين طوال فترة التحضيرات ورح بتتابع الملك لفترة سنة كاملة. رافينا شوز قدم الأحذية لكل المشتركين طوال فترة التحضيرات وبسهرة الليلة. بول بركات بيرجن كاربتس بيقدم سجادة قيمة لملك جمال لبنان. القهوة بشارع بليس بيقدم 10 على 10 أشخاص لمستر لبنان. بي أم بي تيليكوم بيقدم بلاك بيري كيو 5 للملك والوصيف الأول. شاكتي بيقدم 17 ساعة لكل مشتركي مستر لبنان لهالسنة. International Marriott Hotels and Resorts بيقدم سفرة كاملة المصاريف مع تيكتس على قبرص للفائزين بالمرحلة النهائية. مستشفى دكتور نادر صعب بيقدم جلسات ليزر وعناية بالجمال الخارجي الخاصة بالرجال لمستر لبنان وكريمات دكتور نادر صعب بالكافيار سويسرلاند جولدن للملك كمان. الجوائز كتيرة بانتظار فائز واحد اسمه رح ينكشف بنهاية سهرتنا. مساء الخير عن جديد. لبنان الليلة رح ينتخب ملك جمال لبنان جديد، شاب واحد رح يدخل اسمه ويدون بسجل الجمال اللبناني ملك جمال لبنان لعام 2013. صحيح وسام، الشاب اللي رح يتم اختياره الليلة رح يمثل لبنان بعدد من المسابقات الدولية، رح ينافس على ألقاب عالمية ويحمل معه اسم بلده وصورته اللي مريده دايما حلوة وحلوة كتير ومختلفة ومنظمة. أكثر من مرور وأكثر من علامة، مجموعة رح يحدد اسم الرابح. لجنة التحكيم قرارها وحده هو يلي رح يحسم النتيجة. مرور أول للشباب 17 اللي معنا الليلة يلي واحد منهم رح بيكون ملك جمال لبنان لعام 2013، رح نشوفهم بالمرور الأول بلباس البحر. ريتا هلأ رح نتعرف على الشباب شاب شاب. صح، البداية مع مين؟ بالمايو. البداية راح تكون مع المشترك الأول فراس عباس. اسمي فراس عباس، عمري 26 سنة، درست بزنس ماركتينج بجامعة الأرب أوبن يونيفرسيتي. من هواياتي بايكينج، ماي تاي ورياضة على أنواع. حبيت شارك بمسابقة مستر لبنان لأن درب طويل من خلاله بحقق كتير أمنيات وبيشرفني مثل لبنان على الصعيد الداخلي والخارجي كمان. الشباب هواياتهم خطرة الليلة. هلأ فراس درجات النارية بس الهيئة أكثر من هاوي لبل محترف. لنشوف رافع عطلة المشترك الثاني معنا. هاي اسمي رافي عطلة، عمري 23 سنة، دارس أوديو فيزيوال. من هوايات الغناء والتمثيل والموديلينج. بالنسبة إلي مثل لبنان تجربة فريدة من نوعها، رح تفتح لي باب أخوض مجالات مختلفة وأقدر مثل لبنان بمسابقات عالمية لأبرز أكثر وجه والثقافة والحضارة.
love, love's going to leave me. You love it like I love it, and you feel what I feel inside. Feel what I feel. If you want it like I want it, then baby, let's get it tonight. If you feel it, say hey. يعني ريتا مش هينة، نحن لابسين تيابنا والشباب المايوه، فبدها جرأة كتير كبيرة وبدها حماس أكيد من الجمهور الموجود معنا الليلة. كرمال هيك بزقفة كتير كبيرة رح نستقبل محمد برو. هاي اسمي محمد برو، عمري 26 سنة، درست إدارة فنادق تي أس. من هواياتي رياضة على أنواعها، خصوصاً الـ MMA والرسم والغناء. قدمت على مسابقة مستر ليبانون لأنه المسابقة هي طموح كل شاب عنده مواصفات الجمال، ومن خلالها بتفتح لي كتير بواب لتقدم بحياتي. وإذا إن شاء الله طلعت مستر ليبانون بشرفني كتير مثل بلدي عبر هالمسابقة. أكيد اللجنة رح بتكون كتير محتارة، وأنتوا ببيوتكم كمان مشاهدينا رح تحتاروا مين الأحلى. عم نشوف الأشقر، عم نشوف الأثمر، كلهم شباب حلوين ومعلمين وبيستاهلوا يحصلوا على اللقب. مشترك جديد هلأ رح نستقبل أليبو مصلح. اسمي إليبو مصلح، عمري 23 سنة، عم بدرس تمثيل وإخراج. من هواياتي سويمينج، أكتينج والمواي تاي. اشتركت بمستر لبنان لأنه إكسبيرينس حلوة وبتفتح لي مجالات مهمة بالحياة. Don't wake me up, don't wake me up. الهوايات مختلفة بس صدقوني عينهم كلهم على لقب واحد يلي هو لقب ملك جمال لبنان لليلة. خلونا نستقبل بزقفة كتير كبيرة باتريك داغر. Yeah, you can be
can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. هاي اسمي باتريك داغر، عمري 21 سنة، درست أوديو فيزيال من هوايتها أكيد تمثيل وسباحة باسكتبول. اشتركت بمصر لبنان لأنها تجربة كتير حلوة، فرصة ما بتتكرر، ورح أكتسب منها خبرة بتساعدني كتير بالمستقبل. وسام الروبورتاجات كتير حلوين، الشباب شغلين كمان كتير حلو. هوايات جديدة رح يخلونا نتعرف على مشترك جديد معنا الليلة، وليد الراعي. هاي أنا اسمي وليد الراعي، عمري 26 سنة، درست جرافيك ديزاين. من هوايات الفوتبول والغنى والتمثيل. قدمت على مستر لبنان لأنه بيتطلب مقاييس معينة، ومن هالمقاييس الثقافة والجمال. كمان عبالي بيّن إنه مش بس البنت قادرة تحط لبنان على الخريطة العالمية للجمال، ونحن الشباب كمان قادرين نعمل هيدا الشيء. لاحظ ريتا في كتير من الشباب هواياتهم الليلة التمثيل، فإذا ما ماشي حالهم الليلة بالمسابقة بعتقد الدراما والسينما رح تكون ناطرة كتير من المواهب الجديدة. فعلا لازم نعرفهم على المنتجين. مش غلط. لكن رح نستقبل المشترك السابع جان كلود حلو. هاي اسمي جان كلود حلو، عمري 24 سنة، تخصص ببزنس مانجمنت. من هوايات البايك، جيم، سكيدوفون. اشتركت بمستر لبنان لأنه عندي كتير من المؤهلات اللي بتخولني خود بهذه التجربة الفريدة من نوعها، واللي شجعني هو تشجيع أهلي والمقربين مني. You could be my luck, even if the sky is falling.
واضحة لأجسام الشباب إنهم كتير رياضية، ما هيك؟ مينيموم هيك يعني. خلينا نستقبل سوا ونتعرف على موهبة جديدة أو رياضة جديدة مع روني جريش. Valentine's Day, the roses came but they took you away. Tattooed on my arm is a charm to disarm all the harm. Gotta keep myself calm but the truth is you're gone. هاي اسمي روني جريج، عمري 22 سنة، تخصصت إلكترونيك، بحب الرياضة على أنواعها، سباحة، دايفينج، باسكت. قدمت على مستر لبنان مش حباً بالمظاهر، بس هالمسابقة بتوصلني لمنابر دولية لأرفع اسم بلدي لبنان بالعالم. ريتا، صحيح في شباب حلوة عم نشوفها على المسرح، بس لأنه نحن بموقع كتير عالي هون، شايفين شايف أنا كتير صبايا أحلى وأحلى موجودة بالجمهور عم بسمع. عينك لبرا؟ عيني عليك وعيني لبرا. الصبي اللي حد أكيد أحلى وأحلى، بس في كتير صبايا عم بسمع كمان صرختهم وحلوين كتير. هيدا لبنان الحلو. خلينا نستقبل بزقفة كتير كبيرة جاك كرم. Tell where the journey will end, but I know where to start. اسمي جاك كرم، عمري 24 سنة، بدرس بزنس مانجمنت بالانديو. من هواياتي سباحة، كيك بوكسينج ورياضة على أنواعها. اشتركت بمستر لبنان لأنه اكسبيرينس حلوة وبتعطيني اوبورتيونيتي لبعدين. قبل شوي وسام انت تغزلت بالصبايا، انا بحق لي ايه، بس انا انت يعني شاتي مجروحه فيك، بس رح اتغزل بالشباب المشتركين. اسم الله كلهم حلوين وبيستحقوا لقب ملك جمال لبنان لعام 2013. بيت كرم كتار معنا اليوم، نستقبل جوزيف كرم. اسمي جوزيف كرم، عمري 19 سنة، عم بدرس انتيريو ديزاين. من هواياتي السباحة والتايكواندو. حبيت اشترك بمستر لبنان لأنه هي فرصة مرة بالحياة، من خلالها بتعرف على الحياة أكثر وبكسب خبرة. أنا
ريتا ملك جمال لبنان السابق اسمه رودولف بنادر، والشاب اللي رح نتعرف عليه كمان سميو، ففي حال فاز باللقب بصير في عنا اثنين رودولف السنة، فكل التوفيق لرودولف خوري. اسمي رودولف خوري، عمري 19 سنة، عم بدرس بزنس مانجمنت. من هوايات السباحة وبادي بيلدينج. اشتركت مستر لبنان لأنه تجربة حلوة وبتزيدني خبرة بالحياة. عشر شاب عم بيتبيروا الليلة، وصلنا لرقم 12 مع المشترك الجديد محمد مرعي. مرحبا، اسمي محمد مرعي، عمري 28 سنة، دارس هندسة مساحة. من هواياتي السباحة، بادي بيلدينج والدايفينج. اشتركت بمستر لبنان لأخوض تجربة جديدة بحياتي، كمان لأنه كتير من العالم شجعوني. لأنه عنا تجربة سابقة بهذا الموضوع، بعتقد من أصعب المرور اللي عم نشوفه المرور بالميو. كرمال هيك شباب، حتى لو أجسام حلوة بحاجة إلى حماس كتير كبير من الجمهور. كرمال هيك رح نستقبل بزقفة كتير كبيرة أحمد مصطفى. هاي، اسمي أحمد مصطفى، عمري 22 سنة، من هواياتي الرسم، الهايكينج والسيرف. حبيت شارك بمستر لبنان لأنه بالدرجة الأولى هي مسابقة محترمة وفيها opportunities كتيرة بالحياة، بتركز مش بس على جمال الشاب بل على الشاب اللبناني المثقف والمتعلم واللي بيخدم مجتمعه. So turn up here, getting turned up, yeah, yeah, yeah. So let's
يعني حماس الجمهور واضح مثل ما عم تسمعوا، دقة اللجنة بوضع علاماتها كمان واضحة. رح نستقبل على المسرح أيمن موسى. هاي، اسمي أيمن موسى، عمري 26 سنة، درست جرافيك ديزاين وادفرتايزنج. من هوايتي السفر، الرسم والغناء. شاركت مصر لبنان لأنه حبيت مثل الشاب اللبناني بالداخل وبالخارج. بعرف ريتا إذا لجنة التحكيم بيتأثروا بزقيف الصبايا، بس أنا بعرف إنه ولعانة. زقفوا صبايا. خلونا بهالزقف الحلو نستقبل أريك رميا. هاي، أنا أريك رميا، عمري 22 سنة، درست بزنس ادمنستريشن بالبرلمان. من هواياتي الرسم، باسكتبول، موتورسايكلز وبادي بيلدينغ. اشتركت بمستر لبنان لأنها اتس يونيك اكسبيرينس، وبحب دايما اجرب اشياء جديدة وفيها تحدي. تقريباً للنهاية بالمرور الأول للشباب الـ 17، المشترك ما قبل الأخير رح نستقبله على المسرح سوا، جو صادر. اسمي جو صابر، عمري 24 سنة، درست بزنس مانجمنت بالانديو. من هواياتي التمثيل، سباحة، دايفينج ورياضة انواع. اشتركت بمستر لبنان لأنه تجربة كتير حلوة وبتعطيني opportunities لكتير فرص بالحياة.
darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. من كل المناطق اللبنانية اجتمعوا، من الشمال من الجنوب اجتمعوا تحت سما بيروت كرمال يتنافسوا على لقب واحد لقب ملك جمال لبنان لعام 2013. المشترك الأخير هاني زيتون. مرحبا، اسمي هاني زيتون، عمري 25 سنة، درست بزنس ماركتينج. من هواياتي الفتنس، بادي بيلدينج، السفر والتمثيل. Only thinking about themself alone. Listen, Mickey, no baby, telling me how my sound. قدمت على مستر لبنان لأنه بتعطيني فرصة لمثل بلدي بالخارج وأبرز الصورة الحلوة والحقيقية للشاب اللبناني. المشترك الأخير معنا بين المشتركين ال17 شفناهن بالمرور الأول لإلهن بالسويم سود. هلأ أكيد رح نشكرهم وبعد شوي رح نشوفهم بمرور تاني إنما بالسبورتس وير. كمان أكيد ريتا بالإضافة لللقب يلي هو هدية معنوية كتير مهمة رح يحصل عليها الرابح، في هدايا كمان مادية كتير مهمة رح يحصل عليها الرابحين. خلينا نشوف شو هن. جوائز قيمة ومتعددة رح تكون من نصيب حامل لقب ملك جمال لبنان للعام 2013. فيوردالي رح يهتم بأناقة الملك اليومية ويلبسه لمدة سنة بمختلف المناسبات والإطلالات، ورح يهتم بإطلالات كل المشتركين الرسمية لليلة. المصمم اللبناني رامي سلامون بيقدم كاب للملك عند تتويجه، كما بيقدم له الزي الوطني عند مشاركته بالمسابقات العالمية، بالإضافة لبدلة بقيمة 3000 دولار. بونجا بيقدم ساعات قيمة للملك بقيمة 7000 دولار وللوصيف الأول والثاني. برايا بيتش ريزورت بيقدم 4 ليالي مميزة للملك بالبنغالوز وليلتين للوصيف الأول وليلة للوصيف الثاني وعضوية كاملة لموسم 2014 للملك والوصيف الأول والثاني والثالث والرابع. هيت فيتنس بالكاسليك اللي رافق تدريبات المشتركين وتمارينهم بيقدم اشتراك لمدة سنة للملك وست شهور للوصيف الأول وثلاث شهور للوصيف الثاني. سالون فاديا مندلي اهتم بمظهر المشتركين خلال فترة التحضيرات وبسهرة الليلة وبيهتم بمظهر الملك لمدة سنة كاملة. حمدان بيقدم سوني LED 32 إنش للملك وسوني ديجيتال كاميرا للوصيف الأول. ستوديو إكس بيهتم بملابس الملك والوصيف الأول لمدة سنة واهتم بالملابس الرياضية للمشتركين بسهرة الليلة. هوم سانس بيقدم صالون للملك بقيمة 3200 دولار. فورمولا رنت كار يلي اهتم بتنقلات المشتركين طوال فترة التحضيرات بيقدم للملك لاكجري كار لمدة أسبوعين. إبراهيم حكيم أوبتيك بيقدم نظارات شمسية لكل المشتركين بالمسابقة. مركزية مونرو سويتس يلي استقبل فريق عمل مستر لبنان بمرحلة الكاستينج بيقدم إقامة لليلتين للملك بالبريزيدنشل سويت. نيوكس بيقدم مجموعة من المستحضرات للعناية بالبشرة لمدة سنة للملك ولمدة 6 شهور للوصيف الأول والثاني، بالإضافة لمجموعة من المستحضرات لكل المشتركين. اختصاصية التغذية كارين داو اهتمت برشائق المشتركين طوال فترة التحضيرات ورح بتتابع الملك لفترة سنة كاملة. رافينا شوز قدم الأحذية لكل المشتركين طوال فترة التحضيرات وبسهرة الليلة. بول بركات بيرجن كاربتس بيقدم سجادة قيمة لملك جمال لبنان. القهوة بشارع بليس بيقدم 10 لـ10 أشخاص لمستر لبنان. بي أم بي تيليكوم بيقدم بلاك بيري كيو 5 للملك والوصيف الأول.
شاكتي بيقدم 17 ساعة لكل مشتركي مستر لبنان لهالسنة. International Marriott Hotels and Resorts بيقدم سفرة كاملة المصاريف مع تيكتس على قبرص للفائزين بالمرحلة النهائية. مستشفى دكتور نادر صعب بيقدم جلسات ليزر وعناية بالجمال الخارجي الخاصة بالرجال لمستر لبنان وكريمات دكتور نادر صعب بالكافيار سويدرلاند جولدن للملك كمان. الجوائز كتيرة بانتظار فائز واحد اسمه رح ينكشف بنهاية سهرتنا. هدايا قيمة جدا مثل ما شفنا وسام بانتظار حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2013. أما هلأ شو رأيك بمحطة موسيقية مختلفة تلون سهرتنا؟ مش غلط. أكيد رح نستقبل على المسرح صوت واعد صوت. Thank you. Merci beaucoup. Thank you.
الفيزيكال بريباريشن رح يكون له محل كتير كبير بمنصر لبنان. مثل ما بتعرف الشباب كلهم فت، بس ليكونوا يقدروا يعملوا بيرفورمنس بطريقه صحيحه على المسرح في الفيزيكال كونديشنينج. ليه بنقول فيزيكال كونديشنينج؟ لانه شغلتين اساسيتين لازم يكونوا كتير منيح فيها وقت يطلعوا على المسرح وقت يمشوا وقت يقدوا. اول شيء الكارديو ريسبيراتوري سيستم ريدي وبوستشر وايز ريدي ليقدروا يقدوا على المسرح بطريقه صحيحه. مستر لبنان تقريبا اعمارهم قراب لبعضهم، بينما الكومبوزيشن تبع جسمهم بتفرق بين شاب وشاب. يعني عندك عالم العضل تبعهم اعلى من شباب تاني، عندك شباب عندهم شويه فات زياده، هيدا بدنا ننقصه، بدنا نجرب ننزل لهم وزنهم قبل الايفنت. في عالم لازم يحافظوا على وزنهم مثل ما هن، بس يركزوا على التمرين الصح ونوعيه الاكل. بدنا نركز على الكواليتي انتيك تبع البروتين والكاربز والفات، لانه اكيد وقت ناخذ كميه البروتين المضبوطه والكاربز الصحي رح نحافظ على الماسل ماس يلي بجسمنا. انا دوري مرن الشباب على المشي، كيف يتفاعلوا مع الكاميرا، كيف يوقفوا قدام الكاميرا، كيف بدهم ياخذوا العلامات، شو لازم يعملوا. وبكون كمان دائما في اوبننج لهم بيظهروا فيه، بكونوا عاملين لهم كوريغرافي معينه، وعندهم كمان مرونا على صورتي تبع المايو، صورتي تبع البدله. Tremble, watching what you know out to sea.
شكرا عن جديد لنجمتنا هيفا، واكيد مستمرين بحفل انتخاب ملك جمال لبنان لعام 2013 عبر شاشة الام تي في. دقائق قليلة بتفصلنا عن اعلان اسماء المشتركين العشرة يلي رح يبقوا ضمن المسابقة، ومشترك واحد منهم رح يكون مستر لبنان لعام 2013. مظبوط وسام، المشتركين كمان مرة رح بيطلوا ببدلات التوكسيدو هالمرة. مرور أخير قبل النتيجة النصف نهائية، وهلأ بدنا ندعي لجنة التحكيم لوضع علاماتها مع مرور الشباب طبعا ببدلات التوكسيدو. رح نبدأ مع المشترك الأول فراس عباس. المشترك الثاني رافي عطلة. بمرور بلباس التوكسيدو، اللباس الابيض الحلو كثير كمان وسام، مميزين الشباب اليوم. ومرور هلا لشاب جديد محمد برو. بذكر ريتا انه انا والشباب الليله متالقين من عند فيورديلي الممثله بشيرين كيروز الموجوده بلجنه التحكيم. خلونا نستقبل كمان مشترك جديد اللي ابو مصلح. باتريك داغر اسم جديد بنستقبله على المسرح. We can do what we want to.
It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. بعد هيدا المرور سبع شباب رح يغادرونا وعشرة رح يكفوا المسابقة للآخر. خلونا نستقبل وليد الراعي. أكيد اللجنة عم توضع علاماتها بالوقت الحالي لمرور الشباب بلباس التوكسيدو. جون كلود حلو هو اسم جديد منستقبله على المسرح. بكامل أناقتهم الليلة عم بيطلوا على المسرح لأنه شاب واحد الأضواء الليلة رح تسلط عليه. رح نستقبل روني جريج. الحماس كتير كبير اليوم معنا بهالحفل الحلو عبر شاشة الام تي في والتنافس اكبر بين المشتركين. جاك كرم اسم جديد بنستقبله على المسرح. خلينا نستقبل جوزيف كرم. سامع دقات قلوب الشباب لهون واكيد معهم حق. هيدا اللقب كتير مهم وبيحلوه معهم كل العمر. رودولف كوري شاب جديد مستقبله على المسرح. I'm covering my ears like a kid.
كمان بزقفة كتير كبيرة. خلونا نستقبل محمد مرعي. كامل أناقتهم الشباب الليلة على المسرح أحمد مصطفى نطرينا كلنا. العد العكسي عم بيقرب وشاب واحد من الشباب يلي عم بتشوفون رح يكون ملك جمال لبنان لعام 2013. ايمن موسى مسرح لك. معنا الليلة وصلنا لرقم 15 مع إيريك رميا منستقبله على المسرح. مشترك ما قبل الأخير كمان عينه على اللقب بس حلمه ما بيتحقق يا ريتا إلا إذا كانت علاماته كتير عالية. جو صادر المسرح لإلك. بحماس كتير كبير رح نستقبل المشترك الأخير رقم 17 هاني زيتون. I did.
نحن شفنا مرور الشباب ال 17 بلباس التوكسيدو، شو رأيكم هلا نتعرف عليهم ونشوف اذا حلوين بالصور فوتوشوت خاص فيهم قبل ما نتابع النتائج الحاسمة. وضعت علاماتها واختارت المشتركين العشرة يلي رح يتأهلوا للمرحلة النصف نهائية. الأسماء صارت معنا، المشتركين العشرة يلي تأهلوا للمرحلة النصف نهائية هن. القلوب أكيد عم بتدق، الشباب كلهم بيستاهلوا، بس في عشرة بس تنقوا يكونوا هن التوب 10. كل التوفيق لكم شباب، كلكم بتستاهلوا، ولكن عشرة لازم يكفوا المشوار. صحيح وسام. الاسم الأول فراس عباس. الاسم الثاني يلي تأهل للمرحلة النصف نهائية بزقفة كتير كبيرة، محمد برو. يعني نحن وانتو عم نكتشف الاسماء. اليبو مصلح. انا عم بسمع الزقفة من هالمال اكتر من هيدي المال، شكلهم الشباب لهيدي المال. الشاب الجديد تأهل للمرحلة النصف نهائية بزقفة كتير كبيرة، باتريك داغر. كمان اسم جديد رح نستقبله على المسرح ضمن التوب 10 بزقفة كبيرة، خلينا نستقبل رودولفوري. أكيد الشباب كانت علاماتهم عالية ورضيوا بلجنة التحكيم، كرمال هيك رح ينضم لزملائه أحمد مصطفى. كمان اسم رح ينضم لزملائه. معلي بدنا حماس كتير كبير للشباب، بدنا تشجيع لإلون وتشجيع لهاني زيتون. أما الشاب يلي رح ينضم كمان هلأ للعشرة الفيناليست بزقفة كبيرة، أيمن موسى. كمان اسم جديد وسام بين الأسماء، أكيد الشباب كلهم بيستاهلوا، ولكن اللجنة اختارت الأنسب للتوب 10 وإريك رميا. صاروا تسعة، شاب واحد رح يكفي المشوار، وبين الشباب العشرة في شاب واحد رح يدخل اسمه سجل الجمال اللبناني. الشاب يلي دخل اسمه بالفيناليست العشرة هو مين؟ مظبوط، جو سادي. وهيك الشباب العشرة صاروا معنا على المسرح، ألف مبروك للعشرة اللي تأهلوا، واختبار جديد ناطرهم للشباب وهو الإجابة عن أسئلة لجنة التحكيم. أكيد هلأ في شيء كتير مهم الأسئلة، وعلى أساس إجاباتهم خمسة
خمسه منهم رح يتاهلوا للتصفيه النهائيه. بدايكم تبقوا معنا على المسرح لانه اسئله اللجنه رح تكون بعد الفاصل. جديد 10 مشتركين تأهلوا وعم بيتنافسوا على لقب مستر لبنان 2013. الشباب معنا على المسرح واللجنة جاهزة لطرح أسئلتها ولوضع علامتها. المشترك الأول نطلب من فراس عباس. فراس. مس دين عزار. مساء الخير فراس. مساء الخير. الإعلام هو السلطة الرابعة، بتلاقي إنه اللي بتبثه وسائل الإعلام اللبنانية من جرائم وفساد وتلوث بيئة مفيد أو مضر بلبنان؟ صراحة أنا بلاقي إنه مضر للبنان، لأنه بالكمية اللي عم نعرض فيها إعلانات بكمية ضخمة عن القصص اللي بتأثر على الحياة الاجتماعية، بنقدر نكثف الإعلام بمطارح تانية ندعم فيها قصص تانية مفيدة للمجتمع. Thank you. شكراً فراس. رح أطلب من المشترك الثاني محمد برو. محمد بدك تختار كمان أنفلوب. أنفلوب. المحامية جمانة كيروز. دكتور جمانة كيروز تفضلي. مساء الخير، يعطيك الف عافية. مساء النور. مثل ما حضرتك بتعرف انه في قانون بلبنان هلا بيمنع التدخين بالاماكن المغلقة، شو رأيك بهالقانون وهل بتعتبر انه بيأثر على السياحة بلبنان وليش؟ اكيد انا مع هالقانون وما بيأثر ابدا على السياحة. خلينا نشوف بس البلدان اللي برا انه مع هالقانون والسياحة عندهم مزدهرة كتير، فليش نحن ما بنكون هيك ونشجع هيدا الشيء؟ شكرا. شكرا لك محمد. رح نطلب من إلي أبو مصلح كمان يتفضل معنا ويختار أنفلوب. اسم تفضل إلي. دكتور نادر صعب. بونسوار دكتور. بونسوار. بونسوار. بظل الأحوال السياحية السيئة اللي عم نمرق فيها، شو معقول ملك جمال لبنان يقدم لحتى يحسن من الوضع السياحي؟ ثانك يو. الشغلة الأساسية اللي فيه يعملها هو يبرز خبرته بالعالم العربي ويفرج اللبناني قديش شاطر ومثقف وبيعرف يخطي خطوة لقدام. مرسي. بنطلب من باتريك داغري تفضل. مسوار باتريك، بنطلب منك تختار كمان انفلوب. تفضل باتريك. روبرت بلتاتشي. مستر روبرت تفضل سؤالك. Hello, welcome. مسوار. I would like to know the past three Mr. and Mrs. Lebanons. مستر لبنان رودولف منادر هذيك السنة طلع، واللي قبلها عبد بلعة، في شاب اسمه روي عماد كمان طلع، ومس لبنان نادين نسيب نجام، نادين ويلسون نجام، وجوال بحلو. براو، very good job. Excellent. مرسي لك. أكيد اللجنة عم توضع علاماتها بدقة كتير كبيرة على أجوبة الشباب على أسئلتكم. شكراً
لك، بنستقبل مشترك جديد. رودولف خوري، تفضل. رودولف تفضل اسحب كمان انفلوب. مصور رودولف، كيف اعصابك؟ منيح. السيدة لينا جبران. مساء الخير. مصور. حاضر؟ تعرف حوادث السير هي السبب الأول بلبنان لموت شبابنا بين عمر 15 و 29 سنة. إذا أنت انتخبت مستر لبنان، كيف فيك تلاقي طريقة لتقنع هالشباب بضرورة احترام قانون السير؟ مصور مرة تانية. مساء الخير. أكيد بدي أعمل عدة أشياء لأطلع ووعي شبابنا ونقول لهم ما يسرعوا، وأكيد نعمل قوانين ونعمل زبطات لهالشباب، لأنه حرام كل عطول نسمع عدة شهداء عم بيطلعوا منا من وراء هالحوادث، فشو ما كان بدي أعمل لما نخليهم بقى يسرعوا. مرسي. أنا ننتظر العلامات، وأكيد تحية كمان لجمعية تكون هادي، وإن شاء الله يكون في وعي كتير كبير عند شبابنا لليوم، لأنه منحبهم وما بدنا نخسرهم أبدا. من هيك أنا متواجدة لمطرح ما بيكون شباب إنه يكون هادي تكون متواجدة. يعطيكم ألف عافية. شكرا لك. شكرا. رح نستقبل كمان احمد مصطفى. صور احمد، تفضل اختار انفلوب من عند ريتا. احمد فيك تختار من النص من الاخر مثل ما بدك. جود لك. نجمه جهما هديه، هيفاء وهبه. بونسوار. بونسوار هيفاء. احمد بتعرف انه حادث السير بيصير بثانيه، خاصه اذا عم نبعت مسجز او بي بي ام او عم نقرا ايميل تكست اند درايف. كيفك تقنع الشباب انه بليز انتم عم بتسوقوا جربوا ما تبعتوا مسجز على التليفون؟ بننزل اعلانات تهتم بتوعيه الشباب وتخليهم يوعوا هالشغله، لانه هذه الشغله كثير عم تتكرر بالبلد وكثير عم بتصير، وهو بصير على غفله يعني، فالواحد لازم دائما يكون اخذ انتباهاته وخاصه بهالاشياء الخطره. ثانك يو. يعني من خلال إجاباتكم أكيد في نتيجة حاسمة ليرجع يتم اختيار 5 شباب بالتوب 5. شكرا أحمد. أيمن موسى تفضل. أيمن حاضر للسؤال. مصور. مصور لك أيمن، يلا اختار كارت لو سمحت. ملك جمال لبنان السابق أنتوني حكيم. مصور أيمن. مساء الخير. عم نسمع هالفترة بكتير من عمليات الخطف مقابل فدية، إن كانوا لبنانية ولا أجانب، شو رأيك حيكون تأثيرها على وضع بلد السياحي والدولي؟ مساء الخير مرة تانية. بعتقد هالعمليات الخطف والجرائم اللي عم بتصير بلبنان عم بتصير من منظمات أو مجموعات قليلة، ما بتمثل كل الشعب اللبناني وما بتمثل الوضع اللبناني كله. بعتقد في أشياء كثير منيحة كمان بلبنان عم بتصير هالأيام، وبعتقد ما لازم بس نقول لبنان بلد إرهابي، بالعكس ما لازم نصنفه هيك. لبنان حلو وإن شاء الله بضل حلو. جوابك، وبدنا زقفة كتير كبيرة للبنان، بلد السياحة وبلد الجمال. Thank you أيمن. وهلا كمان بنستقبل اريك رميا. اريك رميا، ان شاء الله يكون اللون الابيض وجهه خير عليك اليوم. ثانك يو. تفضل اختار كارت. طبيب الاسنان دكتور وليد زلائي. دكتور وليد زلائي تفضل. مصور اريك. مصور. كيفك؟ منيح؟ منيح تمام.
بدي اسالك سؤال شوي كلنا بنعاني منه كل يوم. فرضا وان داي صرت وزير داخليه، شو عندك هيك حلول بتفكر باشياء للسير للعجل؟ بونسوار مره تانية. اولا بعتقد انا اذا صرت وزير داخليه مش ممكن لاقي سير حل لموضوع السير بلبنان، تلاقي حل لهيدا الموضوع لازم يكون وزير اشغال. شكرا. برافو عليك. بدك اجتماع مجلس وزراء كمان. قبل ما نشوفك وزير يا إريك، لكن ميرسي لك. نستقبل جو صادق. اختار انفلوب جو. جو صادق بالبابيون روج. تفضل. شيرين كيروز، جنرال مانجر في أوردالي. بونسوار. بونسوار. إذا صدر مرسوم معينة وزير للسياحة اللبنانية، شو هو أول إجراء بتقوم فيه لدعم السياحة والترويج لها؟ مصور مرة تانية. بعتقد بقدر حسن السياحة، بقدر أطلب من وزير السياحة، أو إذا أنا كنت وزير سياحة بطلب من كل بلدية تنقل أو تدعم كل المهرجانات اللي بتصير لنقدر ننقل الصورة الحلوة للبنان بغض النظر عن كل الأشياء اللي عم بتصير بلبنان. Thank you. مرسي لك تشو. رح ننطر العلمين. Good luck جو. مرسي. المشترك الأخير هاني زيتون، تفضل. وأكيد الانفلوب الأخير يلي موجود بين هاني ايدينا. زيتون. انت رقم 17 واخر اسم زهير مراد معنا. انا هيك بقول شو اقول لك. اكيد مصمم العالمي زهير مراد. مصور هاني. مصور كيفك؟ صباح. بدي اسالك شيء بخص الدومين تبعي، انه شو مدى تاثير الاناقه على مظهر الشاب بالوقت الحالي؟ وبرايك بتكفي الاناقه والجمال ليكون حدا ملك جمال لبنان؟ هلا اكيد الاناقه كثير مهمه، بتعطي الشاب فيرست امبريشن حلوه، بس الاهم من الاناقه والشكل هي الثقافه. يعني حلو يكون الشاب مثقف وبيعرف كل شيء عن بلده وبيعرف يمثل لبنان برا، واحلى اذا بيكون عنده الثقافه والجمال الخارجي. ثانك يو. دخلنا يمكن نقولوا المرحلة الأخيرة. من العشرة رح يبقى خمسة، ومن الخمسة رح يكون في شاب واحد يحمل لقب ملك جمال لبنان لهيدي السنة. موفقين كلكم شباب، بس أكيد خلينا نشوف بهذا الروبورتاج اللي رح يفوز بيناتكم شو رح يربح الليلة. جوائز قيمة ومتعددة رح تكون من نصيب حامل لقب ملك جمال لبنان للعام 2013. فيوردالي رح يهتم بأناقة الملك اليومية ويلبسه لمدة سنة بمختلف المناسبات والإطلالات، ورح يهتم بإطلالات كل المشتركين الرسمية لليلة. المصمم اللبناني رامي سلامون بيقدم كاب للملك عند تتويجه، كما بيقدم له الزي الوطني عند مشاركته بالمسابقات العالمية، بالإضافة لبدلة بقيمة 3000 دولار. بونجا بيقدم ساعات قيمة للملك بقيمة 7000 دولار وللوصيف الأول والثاني. برايا بيتش ريزورت بيقدم 4 ليالي مميزة للملك بالبنغالوز، وليلتين للوصيف الأول وليلة للوصيف الثاني، وعضوية كاملة لموسم 2014 للملك والوصيف الأول والثاني والثالث والرابع. هيت فيتنس بالكاسليك اللي رافق تدريبات المشتركين وتمارينهم بيقدم اشتراك لمدة سنة للملك و6 شهور للوصيف الأول و3 شهور للوصيف الثاني. سالون فاديا مندلي اهتم بمظهر المشتركين خلال فترة التحضيرات وبسهرة الليلة، وبيهتم بمظهر الملك لمدة سنة كاملة.
حمدان بيقدم سوني LED 32 إنش للملك وسوني ديجيتال كاميرا للوصيف الأول. ستوديو إكس بيهتم بملابس الملك والوصيف الأول لمدة سنة واهتم بالملابس الرياضية للمشتركين بسهرة الليلة. هوم سينس بيقدم صالون للملك بقيمة 3200 دولار. فورمولا رنت كار يلي اهتم بتنقلات المشتركين طوال فترة التحضيرات بيقدم للملك لكجوري كار لمدة أسبوعين. إبراهيم حكيم أوبتيك بيقدم نظارات شمسية لكل المشتركين بالمسابقة. مركزية مونرو سويتس يلي استقبل فريق عمل مستر لبنان بمرحلة الكاستينج بيقدم إقامة لليلتين للملك بالبريزيدنشل سويت. نيوكس بيقدم مجموعة من المستحضرات للعناية بالبشرة لمدة سنة للملك ولمدة 6 شهور للوصيف الأول والثاني، بالإضافة لمجموعة من المستحضرات لكل المشتركين. اختصاصية التغذية كارين داو اهتمت برشاقة المشتركين طوال فترة التحضيرات ورح بتابع الملك لفترة سنة كاملة. رافينا شوز قدم الأحذية لكل المشتركين طوال فترة التحضيرات وبسهرة الليلة. بول بركات بيرجن كاربتس بيقدم سجادة قيمة لملك جمال لبنان. القهوة بشارع بليس بيقدم 10 ل 10 أشخاص لمستر لبنان. بي أم بي تيليكوم بيقدم بلاك بيري كيو 5 للملك والوصيف الأول. شاكتي بيقدم 17 ساعة لكل مشتركي مستر لبنان لهالسنة. International Marriott Hotels and Resorts بيقدم سفرة كاملة المصاريف مع تيكتس على قبرص للفائزين بالمرحلة النهائية. مستشفى دكتور نادر صعب بيقدم جلسات ليزر وعناية بالجمال الخارجي الخاصة بالرجال لمستر لبنان وكريمات دكتور نادر صعب بالكافيار سويدرلاند جولدن للملك كمان. الجوائز كتيرة بانتظار فائز واحد اسمه رح ينكشف بنهاية سهرتنا. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Are you ready? Gangnam Style. Gangnam Style.
하지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 선호해 점잖아 보이지만 놀 때 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 المندلون درامرز والبركاشنز شربل وميشيل عطلة ريتا المشتركين وصلوا للمرحلة النصف نهائية وخمسة منهم بس رح يتأهلوا للمرحلة النهائية صار وقت نعرف مين إن ومين أوت والأسامي صاروا معي بالأنفلوب ويسام يلا لكن اللي منقول له إن هو رح يبقى معنا للمرحلة النهائية والمنقله أوت بده يغادرنا أكيد بطريقة بطريقة حضارية أكيد 100% الشباب كلهم متفقين مع بعضهم والنتيجة رح بتكون أكيد عادلة إن شاء الله للكل بمين حابة تبلش ريتا؟ أحمد مصطفى أحمد قرب مصطفى قرب شوي أحمد برأيك أنت إن ولا أوت؟ إن شاء الله الجمهور شو بيقول؟ أحمد إن ولا أوت؟ للأسف أحمد أنت أوت أحمد أنت أوت أيمن موسى أيمن موسى شو أيمن؟ أنت إن ولا أوت؟ مثل ما بدكم مثل ما بدنا نحن بدنا اياكم كلكم ان كلنا بدكم حسب صوت الصبايا اذا بدهم اياك اذا بدهم اياك ان انت ان اذا ما بدهم اياك سمعونا صبايا صوتكم بدكم ايمن الصبايا بدو ايمن فايمن ان مبروك لك ايمن عم بمزح اكيد اللجنه حطت له علامات واهلته ليكون بالمرحله النهائيه جو صادر جو ما بعرف شو بدي اقول لك بس دايما حضرت هيفا التليفون بدها تصورك جو صادر ان الف مبروك جو هاني زيتون هاني زيتون انت هني مثل اسمك ما هيك هني ورايق مزبوط الهيئة اللجنة بتحب الهني والرايق ما بعرف قرار اللجنة ما بعرف انا بعرف وانت ان فراس عباس تعرف منا سهلة أبداً نقول لحدا أوت بس هيدي لعبة وهيك هي الطريقة بس أنت إن محمد برو محمد الشاب الأسمر المهيوب شو بتقول يا محمد كيف أعصاب؟ إن شاء الله خير أعصابك مشدودة منيحة؟ ماشي الحال مين معك هون الليلة؟ تحية كتير كبيرة لألكن شو قولك إن ولا أوت؟
عملك ان شاء الله ان يا رب. ان ولا اوت بكل الاحوال انت ربحان، اوكي؟ محمد برو انت اوت. إلي ابو مصلح. إلي اذا كنت اوت رح تاخذها بروح رياضيه طبعا، اذا كنت ان بتكفي المشوار اكيد. لجنه الحكم قررت ما في عم يطلع لي دائما انا الاوت بس انت ان. إيريك رميا. شو إيريك؟ بدك تكون أوت ولا إن؟ ما بتفرق. شو صبايا؟ بدكم إن ولا أوت؟ قلبه كبير إيريك، ما بتفرق، صحيح ما بتفرق عن جد؟ لا بتفرق بس إنه بيروح رياضية. إيه هيك قصدك. إيريك أنت إن. نحن لازم يوصلوا خمسة للمرحلة النهائية، بس في شخصين تعادلوا بالعلامات. صحيح. فلأول مرة رح يكونوا ستة بالمرحلة النهائية. يعني فعنا بدل ست شباب. توب 5 رح يكون في توب 6. توب 6، في عنا ست شباب رح يتأهلوا للمرحلة النهائية. أيمن موسى، إيريك رميا، هاني زيتون، جو صادر، إليبو مصلح وفراس عباس، هن التوب 6 اللي وصلوا معنا للفينال وأكيد تأهلوا للمرحلة النهائية. أكيد ريتا سؤال موحد رح ينطرح عليهم هلا، وهيدا السؤال من خلال إجاباتهم رح يتحدد مصيرهم. وثائبت إنه في اثنين تعادلوا، بس ما بعتقد في اثنين رح يتعادلوا على مستر لبنان، فرح يكون عندنا مستر لبنان واحد الليلة. أكيد اسم واحد أكيد رح يربح معنا الليلة. ما نطلب من الشباب الستة يركزوا كتير منيح، هن حاطين إيرفون بدينيون. شاب واحد يلي هو أول واحد فراس عباس حد عم بيسمعنا، والباقيين الموسيقى كتير عالية ما عم بيسمعوا شيء. والسؤال الموحد صار معك وسام. تفضل فراس. فراس بدي اياك تركز وتجاوبني على هذا السؤال الموحد بيناتكم يلي بيقول: وجه نداء لكي يتوقف اهل الشر عن تدمير لبنان. شو بتقول لاهل الشر ليلي من خلال ندائك ليتوقفوا من تدمير لبنان؟ بونسوار. لما تاسست البشريه كان في شيء اسمه شر ضد شيء اسمه خير، وبعدهم ماشيين معنا لهلا بالحياة. سو أنا بدي وجه نداء لهول أصحاب الشر اللي بدهم يأذوا بلدنا، بدي أقول لهم عيب عليكم، عيب. أنت إذا هدفكم أنتوا الفساد والخراب، نحن جماعة منحب السلام والحرية ومنحب وطننا لبنان. Thank you. Good luck لألك فراس. أكيد ما نذكر اللجنة أنه لازم توضع علاماتها على جواب اللي أجابه فراس، الجواب على السؤال الموحد. حاضر للسؤال الموحد. سؤال مع وسام. هاني السؤال الموحد اللي عم ينطرح عليكم هو: بدك توجه نداء اليوم من على المسرح لأهل الشر كرمال يتوقفوا عن تدمير بلدنا لبنان، شو بتقول لهم؟ أكيد بحب وجه رسالة إنه نكون كلنا إيد واحدة نفرجي صورة حلوة لبنان، وما يكون في طائفية بالبلد، نكون كلنا طائفة واحدة، لأن نحن بالنهاية إنسان مثلنا مثل غيرنا، كل إنسان مثل الثاني. والقصص اللي عم بتصير في دمار وحرب وكذا، فإن شاء الله بقول لهم إنه حرام العالم عم بتموت البريئة، ويكون عندهم ضمير ويصير في سلام لبنان. مرسي هاني. مرسي لإلك هاني. اللجنة أكيد عم بتحط علاماتها على جوابك. على هذا الأساس بيتحدد مصير شاب منكم اللي راح يكون مستر لبنان 2013. بدي أطلب من إيريك رميا. أكيد الشباب الباقية ما عم بيسمعوا الجواب لأنه حاطين موسيقى بدينيهم. هلا صار فيك ترجع للجو، لجو الحفلة بكل حماس. سؤال راح يطرحه عليك وسام، سؤال الموحد. حاضر؟ يلا. إيريك السؤال بيقول: بدك توجه نداء الليلة لأهل الشر كرمال يتوقفوا، كرمال يوقفوا عن تدمير
بلدنا لبنان، شو بتقلن؟ لأهل الشر؟ لأهل الشر. أوكي، أولاً بدي أقول إنه نحن بلبنان الحضارة بلشت من عنا والثقافة بلشت من عنا والجمال كله موجود هون، بس بحب يعني قل لهم كفى خلص، يطلعوا شوي بالمجتمع الغربي ويحاولوا ياخذوا منه الطريقة اللي عايشين فيها بطمأنينة بأمان. وثانك يو. ميرسي إريك. إن شاء الله تكون اللجنة عم توضع علاماتها هلأ وتكون رحيمة معكم الشباب على أمل يتم انتخاب عادل لاسم واحد ملك جمال لبنان. تفضل أيمن. أيمن عندك جمهور كبير هون. أيمن حاضر لسؤال موحد؟ شباب جاوبوا، بعد في اثنين من المشتركين غيرك. خد نفس عميق، تفضل. السؤال أيمن بيقول بدك توجه نداء الليلة لأهل الشر يلي عم بيحاولوا يدمروا بلدنا لبنان، بدك تطلب منهم انه يتوقفوا عن تدمير البلد، شو بتقلن؟ اول شيء بتقول انه الشر لابد منه وربنا خيرنا بين الشر والخير، بس لازم نبعد عن الشر بلبنان ويبطل بقلوبنا ولا بمجتمعنا لحتى يكون عنا لبنان منيح، لانه اذا في شر ما بنوصل لها طريقه مسدود. ثانك يو. ميرسي أيمن. كمان لجنة التحكيم عم بتحط علاماتها لأيمن مثل بقية الشباب. إلي إلي بمسلي بالإشارات الشباب عم يفهموا علينا. ما كنت عم تسمع شيء أبداً. إيه أبداً أبداً. كيف كانت الموسيقى إلي؟ بوف 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 بوف. السؤال بيقول بدك توجه نداء الليلة لأهل الشر، ناس الشريرة يلي موجودة بلبنان اللي عم بيحاولوا يدمروا بلدنا لبنان، بدك تطلب منهم أنه يتوقفوا عن تدمير البلد، شو بتقلن؟ بدي أقول باسمي وباسم كل اللبنانيين للشريرين اللي عم يعملوا هيك، عرفنا بقى خلص بقى بدنا نعيش بسلام. بدي أقول للبنانيين كلنا عم يسمعونا والسياسيين خلينا نتوحد لأنه هيدا لبنان بلد العز، بلد الكرامة، بلد الاستقلال. مرسي. وإن شاء الله بيدوم هيك. مرسي لألك. المشترك الأخير معنا جو صادر، عم بتشوفنا بس ما عم تسمعنا، أطلق سراحك صار فيك تسمع جو. مصور مصور مرة جديدة. السؤال مع وسام حاضر، يلا إن شاء الله خير. جو سؤالنا لليوم بيقول بدك توجه نداء الليلة لأهل الشر بلبنان يلي عم بيحاولوا تدمير البلد، بدك توجه لهم نداء كرمال يتوقفوا عن تدمير البلد، شو بتقول لهم؟ مصور مره ثانيه، نداء اللي بوصله لاهل الشر اللي عم بيدمروا لبنان، بدي اقول لهم هل يا ترى ضميركم عم بيأنبكم انكم عم تطعنوا هويتكم ووطنكم واهلكم واحبابكم؟ انا بنظري لا، فبطلب منكم تكفوا ايديكم عن لبنان وتتركونا نعيش بسلام. ثانك يو. جود لك جو. ست شباب ريتا جاوبوا على سؤال واحد ولكن بطريقه مختلفه، ولكن المضمون كان واحد انه يطلبوا من اهل الشر يتوقفوا عن تدمير هذا البلد، بس كل واحد بطريقته المختلفه. ونحن كمان بنضم صوتنا لصوتهم وبنقول لهم لايادي الشر انه يكفوا عن لبنان وعن كل الوطن العربي وخلينا نعيش بسلام. شباب جود لك لكم، اسم واحد رح يربح وبدنا ندعي باقي المشتركين ينضموا لنا على المسرح. بدي أقول أيضاً أنه الوصيف الثالث لملك جمال لبنان 2012 علي حمود مش موجود معنا الليلة بالسهرة بما أنه رح يقابل الملكة إليزابيث بإنجلترا، وبعدين رح يتوجه لتشيكيا ليشارك ضمن لجنة التحكيم بانتخاب مستر انترناشونال. أكيد الكل على أعصابه. أكيد وبانتظار المشتركين البقية ليكونوا معنا رح بيتم من بيناتكم شباب انتخاب مستر فوتوجينيك. ندعي مس ميديتيرانيين روبا دكاش كرمال تكون معنا، تفضلي. والمصمم اللبناني رامي سلمون يلي ملبسني الليله كمان يتوجه على المسرح، والبدايه رح بتكون مع مستر فوتوجينيك. النتيجه معنا، رح اوقف هيك لما يشوفوا الشباب النتيجه. مستر فوتوجينيك لعام 2013
هاني زيتون. ألف مبروك هاني. بدعي كمان جيهان فاضل لتسلم الوشاح لمستر كونجينياليتي. مصور جيهان. مصور جيهان. مستر كونجينياليتي. لليلة. محمد برو. ألف مبروك لمحمد. مبروك لمحمد. بلش العد العكسي، الوصيف الرابع لملك جمال لبنان لليلة. من بين الشباب الستة يلي واقفين معنا ويلي تأهلوا للمرحلة النهائية، بدعي الوصيف الرابع لملك جمال لبنان 2012 إلي نجم لتسليم الوشاح للوصيف الرابع لملك جمال لبنان لعام 2013. لكن الوصيف الرابع لملك جمال لبنان لعام 2013 هو جو صادر. جو صادر. كمان بدي ادعي ماري اون سبعة لي الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان 2009 لتسلم الوشاح للوصيفة الثالث لملك جمال لبنان. الوصيف الثالث لملك جمال لبنان 2013 لكن الوصيف إريك رميا. إريك رميا. بدعي ملك جمال لبنان 2010 عبد الرحمن بلعى ينضم لنا كمان على المسرح تيسلم اللقب للوصيف الثاني لملك جمال لبنان السنة 2013. الوصيف الثاني لملك جمال لبنان 2013 فراس عباس. فراس عباس. ألف مبروك لك فراس. منا ندعي غريس بطرس مسز لبنان 2008 ومنظمة الحفل لتسليم اللقب للوصيف الأول، وبدعي النجمة هيفا وهبي، وكمان أيضا بدعي ملك جمال لبنان لعام 2012 رودولف بنادر ونضال بشراوي صاحب وكالة نضالز ايجنسي منظم حفل انتخاب ملك جمال لبنان لتتويج مستر لبنان 2013. تفضلوا للنص. شباب كيف اعصابكم؟ تعبانه. في توتر. مشدوده. ثلاث شباب اما هاني زيتون او ايمن موسى او الي ابو مصلح رح ينضم لقافله ملوك جمال لبنان ويدخل اسمه بالسجل الجمال اللبناني. هيفا منورة على المسرح وانت لقب جمالي للبنان والوطن العربي، شو بتحبي تقولي للشباب قبل ما ناخذ النتيجة النهائية؟ بدي اقول انه نحن ما رح نختار ملك جمال لبنان بس لوسامته لانهم كلهم وسيمين، نحن بدنا شاب لبناني لما يمثل لبنان يبيض لنا وجهنا ويكون عندنا حق نخترناه تا ما حدا يلومنا. انتوا إلكن يد بالموضوع مثل ما بيقولوا كلجنة حكم وانت رئيس اللجنة. هن وجودهم للمراحل العشرة والخمسة كان مهم اصلا، فهلا كثير بهمنا شخص يمثل لبنان بالطريقة الصح، مش بس لانه وسيم لانه رجل. ان شاء الله خير. اوكي ريتا لانهم ثلاثة رح نعلن الوصيف الاول، هيك بيبقى لنا شابين على المسرح. الوصيف الاول لملك جمال لبنان لهيدي السنة هو إلي بو مصلح. ألف مبروك إلي. غريس بطرس عم بتقدم لك الوشاح.
مبروك إلي. وصلنا للمرحلة الحاسمة. شاب رح يكون وصيف خامس، وشاب رح يكون مستر لبنان. أكيد القلوب عم بتدق، اسم واحد وفائز واحد، أيمن أو هاني. إما هاني زيتون أو أيمن موسى، واحد منهم رح يكون ملك جمال لبنان لعام 2013. تفضل يا هيفا. And Mr. Lebanon 2013 أيمن موسى. She's screaming YOLO. She's little red riding hood and guess who's in love.